السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده من سلسلة شوات ريحانة كمال. اليوم إن شاء الله بغيت نوضح واحد الأمر. بزاف ديال الأخوات كيبعتوا لي برسائل أو تعليقات في اليوتيوب، يعني بعدم توصلهم بالجديد ديال القناة. اليوم إن شاء الله نوريكم الطريقة الصحيحة باش توصلوا بالجديد. وأنا بدوري كنشكر صديقتي وأختي الغالية زينب، أنا شفتها نزلاتها عندها في القناة ديالها، وأنا بدوري كنوصلها للمتتبعين ديالي. اول شيء كيكون عندكم حساب ديال جوجل، ان كونت جيميل، كتدخلوا الصفحه الرئيسيه ديال youtube.com، كتوضعوا الاسم ديال القناه اللي منضمين ليها او بغيتوا تنضموا ليها. انا غادي نضع الاسم ديال القناه ديالي ريحانه كمال باللغه العربيه واللغه الفرنسيه. كيطلع لينا القناه ديالي ريحانه كمال، وكما كتلاحظوا هنايا غيطلعوا جميع الفيديوهات اللي فيهم اسم ريحانه كمال. حنا الهدف ديالنا نضغطوا على القناه كلها، كنضغطوا على ريحانه كمال. السلام عليكم ورحمه الله. كما كتلاحظوا الفيديو الاول في الواجهه هو هذا، كنضغطوا على كلمه اشتراك، يعني الان اصبحت مشتركه في قناه ريحانه كمال. الخطوه الثانيه كما كتلاحظوا واحد الدائره بجانب كلمة مشترك، كنضغطوا على هذه الدائرة الصغيرة، تفتح لنا نافذة أخرى فيها إرسال جميع الإشعارات بشأن هذه القناة. كاين واحد المربع صغير كنكوشي عليه وكندير حفظ، يعني الآن غادي نتوصل بكل جديد ديال هذه القناة. هذه الطريقة يعني طبقوها لجميع القنوات الأخرى باش توصلوا بكل جديد. يعني صراحة كنت كنتوصل برسائل كثيرة بهذا الشأن وما كانش عندي دراية بهذا الأمر، يعني يكفي أنك تنضم للقناة رغم أنني مشتركة في قنوات يعني كثيرة، وكنتوصل بجديد مع عمرني وقع لي هذا الإشكال هذا. وإن شاء الله نكون يعني وضحت لكم هذا الأمر، وشكرا لكم ونتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. شكرا.